مساء الفل يا رزيعة، وحلقة جديدة من حلقات رزع التوب 10. بناء على طلب الجماهير العريضة طلبوا ان احنا يكون معانا احمد كمال. انا كان نفسي اساسا اجي الحلقة بعد ما شفت اول حلقة. هو شاف اول حلقة وقال لي انا جاي العب الحلقة الجاية، انا جاي وش. بعدين عارف انا متشوق للمنافسة دي، ما بنشجعش اي حاجة زي بعض. يعني اهلي ومانشستر زمالك ليفربول، فاحنا يعني بص انا الجيم ده المقتول يا عم. واحده بس كده، انا بصلي على ماشي يا جدعان، بس عايزين بقى ندعم احمد كمال بتاع افلام. يا ده خلاص دخله بقى، عايزين نوصله لل 100,000. خلاص 98 وحته، عايزين ندخله بقى لل 100 ونعدي بقى احنا مسح الرزيع يا عم. الرزيع عاملين الواجب بس لا احنا عايزين قبل الحلقه دي نكون بقى 98. ربنا 100 ان شاء الله ان شاء الله، بس هكسبك برضه يعني مهما عملت يا ابني. ما انا يعني بقى مهما عملت يا ابني انا عمال انجم فيك. بس قبل ما نخش بقى في الحلقه واللعبه اللي هي رزع ولا تحدي، متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفتح جرس التنبيهات عشان لو عايزيننا نلعب تاني قولوا لنا. بس معلش يا جو فكرني. بص يعني انا شفتها مرتين بس سقطت. انا عارف. بص يا معلم احنا السؤال هيتسال تمام، في حد ورا الكاميرا بيسالنا السؤال. ايوه عارفه هو ده، هو هيسالنا السؤال. انت هتشوف تعرف تقول كام سؤال، تقول لي 5، انا قايل لك مثلا 6 7 8. ارزع انت بترزع. لو انت بقى بترزع شايفني برزع قول لي برزع، لو انت شايف ان انا قدها علي عليا. افتكرت خلاص ماشي. يلا بينا. جاهز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جاهز؟ جاهز. صعبه. طب ماشي ماشي، هسكته. ممكن اسكته اكتم بقه. ماشي. ها ابطال دوري انجليزي. 4 5 6. انت بترزع. مانشستر يونايتد، بلاك بيرن، مش عارف ليه جت في دماغي، ليستر سيتي، مانشستر سيتي، ليفربول، اسمه ايه، ارسنال. يعني انا قلت ارسنال كده في، معلش يا مروان يعني افتكرت. تخيل افتكرت بلاك بيرن وما افتكرتش بلاك بيرن، ما افتكرتش اصلا. لاعبين بحرف الميم. ايه ده ميم؟ 6 7 8 9 10. لا انت بترزع بقى، انا عليت معاك صراحة. يعني دي كانت خدعة. يلا اتفضل 11. يلا 30 ثانية عد يا كابتن. ثانية واحدة، هي لعيبة بتلعب ولا بطلت؟ لعيبة حاليين. حاليين؟ ليه يا عم بطلت؟ هو كده ميسي، ماتتش، ميسي، سمير كمون. لا مفيش معروفة يا لهوي. محمد ابو تريكة. ده ازاي يعني؟ ايه يا عم محمد ابو تريك؟ ليه؟ وماني وماديسون ملحقتش. ايوه بقى هو حلو حلو. جو عرفنا نقطة ضعف جو. يلا خش يا خش على ملحقتش. 2-0 يا باشا. لاعبين باك ليفت حاليين. 3 4 5. اتفضل انت بترزع. ماشي. روبرتسون، اشلي يونج، جوردي البا، مندي، شيلويل. عايزنا نكمل؟ انا قلت 5 كده خلاص. بس انا قلت عشان بلنجن مارسيلو لازم تاخد نقطة يعني عشان خاطرك يعني. 2-1 يا عم جايلك. شفت الريمونتادا بتاعت الماتش اللي فات اللي عملت عليا؟ جاي عليك. ماشي هنشوف. ها افلام لعزة تبع عمر. 5 6 7. هو عمر وسلمى لو قلناه 1 و2 و3 يتحسب 3. 8 10 11. وريني بقى انا بتاع افلام بقى اختبرك. بص بقى عمر وسلمى 1 و2 و3 والامبراطور، وكان في فيلم اللي هو الزمهلاوية، وواحد من الناس، واحد من الناس. ايوه انسى بقى خلاص كده خلصت. اسمها ايه بتاعت عبلة كامل ده؟ اسمه ايه؟ ما تغششني. براحتك خالص. عبلة كامل افتكر. عبلة كامل. طب فكر في اللي غير عبلة كامل. كامل اسكت بقى. لا يا مروان استنى شويه. كل ده ما تعرفوش. طب قول لي انت 11 اقبل يعني عيب. قول 11 فيلم. عيب 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 يعني عبود على الحدود مش فاكره. يا لهوي كنت عايز اقول اقسم بالله يعني خالص. طب اقول لك على حاجه بصراحه، انا غشيت بالسؤال ده وما عرفتش اجاوب. كمان لاعبين منتخب مصر سنه 2019 في بطوله امم افريقيا. يلا واحد عشان يلا تكسب. 10 10 11 12 13. انا برزع انا برزع انا برزع يا عم في ايه بترزع. ايوه طيب يلا. شناوي، احمد فتحي، حجازي،
رامي ربيعة ما كانتش موجود ما كانتش موجود. طب ماشي انت بتقول لي ليه رامي ربيعة؟ اه غلط. اه انت فيها كده. طب بسرعة بقى ايمن اشرف محمد صلاح كهربا ما كانتش موجود. كهربا ما كانتش موجود. انا اقول لك انا برزع وعايز اديك نقطة مش قلت كده. طيب خلاص خلاص ده منتخب كان بيتشاف. انت غلطان اساسا انك انت كنت بتفرج على المنتخب ده. والله غلطان. يلا والله كان جنب البيت. النتيجه 3-2 وهجمين لنادي ليفربول على مر التاريخ 5. طب ليه ليفربول يعني؟ طب بتقول يونايتد بتاعي البرنامج بتاعي يعني قول لي يونايتد يا حبيبي البرنامج بتاعي. اتفضل قولهم. ماني صلاح فيرمينو كيني داجلش اير رش. يلا عشان بس يعمل 3-3 ريمونتادا ريمونتادا. بس في مشكله يعني هو ايه اللي شمعنا ليفربول عشان البرنامج بتاعي يعني. السؤال الرابع حراس مانشستر يونايتد على مر التاريخ 4-5 ليه يعني؟ ماشي 6 بترزع ونشوف كده واحده واحده يعني بترزع. يلا برتيز بيتر شمايكل. ايوه كاسبر شمايكل. كاسبر شمايكل. روميرو. كوزاتش. اسمه ايه ده واحد تاني بقى غلبان. ممكن بيريرا اللي عيني البرتغالي ده دلوقتي بتاع دلوقتي. لا انا اي كلام عارف اللي هو اي كلام يا عم ده كده عشان بس افكركم يعني. لا يعني كان حراس اساسيين. لو انت كده تقول حراس 6 حراس اساسيين. فاندر سار يا عم يا من عندي. النتيجه 4-3 النتيجه بقى بين الاهلي والزمالك دي لو تفتكر. كده فاضل 3 اسئله. انا جاي. انواع شوكولاته. 5 6 7 اتفضل. باونتي كيندر مارس كادبري جالاكسي فريرو روشيه كاتاكيتو. يعني ماشي خلاص يلا 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 مش بكلم. النتيجه 4-4 ايوه بقى. يلا حلوه خش بقى. ماشي خلاص في ماتش متكافئ. لاعبين دربهم مورينيو 10 11 20 اوبا انا بحب مورينيو يا جدع. 21 22 23 يعني كده السؤال الحلقه هتطول فننجز كم؟ 23 طب يعني على بركه الله 24 انت بترزع. انت مش هتلحق تقول في 30 ثانيه اصلا. 30 ثانيه اه صحيح. اه ده صحيح. دخيا اشلي يانج روخو سمولينج اسمه ايه دالو دالو فليني ماتا لوكاكو اسمه ايه بالعربي اسمه ايه اسمه ايه احمد الكاس بليتو احمد اي حاجه يا جدعان. ازاي كريم ازاي؟ طيب استنى 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 ازاي يعني ماكتوميني راشفورد مارسيال مش عارف. 30 ثانيه يا عم. لويز تشيك. خلاص 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 اركب بقى اركن اركن كده 5-4. ما انت مش هتلحق تقول 30 اسم في 24 اسم في 30 ثانيه بالمنطق يعني انا اصلا ما كنتش هلحق اقول 23 اسم. ما انا سقطت ال 30 ثانيه دي. كده فاضل السؤال قدامك فرصه تتعادل يكسب. لا بقى في ايه بقى؟ والله ما هو 5-4 يا حبيبي. 5 ليه؟ طب ماشي 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 فض 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 اللي يلعب معانا يستحمل. ماشي يا عم بقى فك. السؤال الاخير. لعيبه افارقه احترفوا اوروبيا. ايوه بقى لعيبه افارقه احترفوا اوروبيا كتير. ده جرمة. 4 5 6 7 8 9 10. انت بترزع. ماشي ماني صلاح تريزيجيه رمضان صبحي احمد فتحي يا عم راح حسام حسن وابراهيم. بطلوا خلاص بطلوا 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 مع اللعيبه بتلعب. ماشي ماشي اقول لك مين تاني. مين تاني؟ محمد كمونه. كام كام؟ انا قلت كام؟ 1 طب وقف وقف وقف. لا الا واحد. ثانية واحدة والله ما بفكر يا جماعة. ثانية واحدة مش بفكر كده. طيب قال لك وقف. ايه اللي وقف يا عم؟ ثانية واحدة. بوز بوز. انت فاكر نفسك بتاع فيفا؟ انت فاكر نفسك بيلعب فيفا؟ انت مش عارف 10 لعيبة بيلعبوا في اوروبا افارقة؟ اوباميانج ماني وصلاح ونبي كده. ده ليفربول فيه 3 لوحده. 6-4 الجو. ايوه قلتلك ريمونتادا. ماشي نورتني. ايه بقى مش مش منور. انت نورتني. لا انا نورت. لا انا نورت يا عم. انا مش منور. تخلي مين يتحداني الحلقه الجايه؟ يعني احمد وسلمى بقى. بس يلعبوا بعض بقى ولا ايه رايك؟ ضد بعض اه ونشوف مين اجمد. تفتكر مين هيبقى اجمد؟
اللي هيكسب الحلقه دي احمد او سلمى يعني حد من يا راجل. يعني مش محتاجه بقى عشان ما حدش يقول ان انا محتاج لحد يعني منحاز لحد مش حاجه اسمها. لو عجبتكم اللعبه وعندكم اي افكار جديده عايزين نكملها في اللعبه واحنا كده كده لسه هنعمل العاب تانية جديده احنا مش هنفضل مكملين في اللعبه دي بس بقولنا في الكومنتات تحت. وقبل ما نقفل الحلقه لو عجبتك اعمل لايك وشير وسبسكرايب وافتح جرس التنبيهات وشجعوا الراجل بتاع افلام ده عايزين نوصله 100,000 وكفايه رزع اول حد كده اعلى مسح عليكم يا سلام. فرق بتلبس يا احمر يا ابيض لا غرس ولا مروان لا غرس لا يعني ما يعني مش معقوله انا كضيف يتسال لي اسئله احمر وابيض وبتشرب بتاكل كام شوكولاته.